اجمد مكرونه ريد صوص اللي هي صلصه حمراء في مصر. المكرونه دي دماغ في اكلها، وخصوصا لما بتبقى ريد صوص، ان الريد صوص دي كيف الكيف، ومش اي حد للاسف بيعرف يظبطها ويعملها جامده. فهناخد زحلقه النهارده كده من مطاعم مصر، من اقل مطاعم شعبيه في مصر لاغلى مطاعم ايليت وبتعمل الباستا الايطاليان في مصر، عشان نشوف مين فيهم في الاخر بيعمل اجمد مكرونه ريد صوص في مصر. والاسعار اللي حاطه كلها النهارده شامله كل حاجه، هتدفع عليها توصيل بس حسب انت ساكن فين. ولو عجبتكم الطلعه ما تنسوش لايك القمر، ولو مش عاملين سبسكرايب لا سمحتوا اعملوا سبسكرايب. من غير غي كتير يلا بينا. نبدا باول واحد على طول، مكرونه رضا. طلبت من عندهم طلب وسط ب 35، وجبت اكبر طلب عندهم اللي هو ب 100 جنيه، عشان نبقى شفنا الطلب العادي والطلب الكبير خالص شكله ايه. تعالوا نشوف مكرونه رضا اللي اتبقى عندهم بتبدا من 25 جنيه، بس الطبق اللي قدامكم ده طبق وسط ب 35 جنيه، جايب معاه سلطه خضراء وشطه. نبدا برضا، طبعا المكرونه الشعبي الجميله، لان في نوع من انواع المكرونه كده اسمه شعبي، المكرونه اللي بيبقى النشا فيها كتير شويه، دي انا بموت فيها، دي بتبقى غالبا عند العربيات. مكرونه مقصوصه مع سباكيتي مع صلصه حقيقه حلوه قوي، مش جازع ومش خفيف، طعمه واضح حلو. بس لو في اي تعليق هيتقال ان الصلصه دي محتاجه تزيد عن كده، هتبقى امتع واحلى كتير، لان انا برضو عشان تبقوا عارفين انا بحب المكرونه الصلصه حمرا تحديدا تبقى غرقانه صلصه، دي بتبقى بالنسبه لي كده مكرونه ناجحه جدا. التلاحيز دي ما بحبهاش قوي يعني، حط شويه سلطه خضراء كده، بربوخ شطه بقى، شطه زيت، بربوخ يعني شويه صغيرين. مكرونه شعبي بطعم مصر، والله العظيم فيها طعم مصر كده، فبدايه ما بشرب التفاؤل قوي قوي يعني. نخش عليه هو نفسه، بس اكبر طلب عندهم بقى اللي ب 100 جنيه. هنا الكلام على مود بقى، كيس عيش مقرمش، مخلل، سلطه وشطه، بس سلطه كبيره، كيس صلصه كبير، والطلب اللي ب 100 جنيه. شعبي شعبي، وانت بتقيمي لازم تبقى عارفه انت بتقيمي ايه وفين. ده شكل الطلب اللي ب 100 جنيه كده، ده تبقى المكرونه، سلطه خضراء، شطه زيت، مخلل، كيس عيش محمص، وكيس الصلصه المولع ده. نخش على الطلب اللي ب 100، طبعا هنا كميه المكرونه اكتر، كميه الصلصه كمان اكتر بكتير، انت دافع بقى هتدفع هتتظبط، بس برضه صلصه قليله يعني على كميه المكرونه، عشان كده بقى اجيب لك صلصه خارجيه. نفس كل حاجه بالظبط، فرق الحجم بس. هننزل بقى بالصلصه، ننزل كده حبه صغيرين، قلب كده حبه صغيرين على الوش ونضرب. حلو قوي مكرونه وصلصه شعبي جميله، حبه شطه صغيرين كده نضرب، عشان مقرمش ده توابله شبه الدوريتوس قوي يعني، انا اتزولت بس في الكيس تاني كويس كده، طعم الدوريتوس بالظبط، سويعة قوي قوي. تجربه مكرونه شعبي مكيفه. نخش على اللي بعده، نخش على اللي بعده بقى، علم من اعلام مصر في المكرونه، مكرونه الانسجام. ده ب 35 جنيه. نفتح ونشوف، مكرونه، معلقه، وكيس شطه، شكرا للتحيه. ده شكل طلب المكرونه كده، وطبعا الانسجام مش محتاج تعريف، هو علم من اعلام مصر في المكرونه. نقلب كده، اه الصلصه هنا كتيره بقى، هم مشهورين قوي بالصلصه بتاعتهم على فكره، جدا جدا يعني، من اكتر الحاجات المشهوره عندهم. خش بسم الله. الصلصه هنا بقى سويتي شويه، يعني واخدك في سكه الصيني كده، اللي هو الاكل السويت اند ساور. يعني بالبلدي كده معسله سنه، حلوه قوي. مكرونه مرمريه مع مكرونه سباكيتي، الاثنين مع بعض، بس برضو الصلصه قليله، واعتقد ده عشان برد، يعني ده جالي من اخر الدنيا، من اقصاها لاقصاها زي ما بيقولوا، بجد من بعيد قوي يعني. مكرونه ممتعه جدا جدا، لو بتحب السويت اند ساور هتعجبكم قوي، لان الصوص زي ما قلت لكم سويتي شويه. نحط بقى شطه عشان نكسر السويتنس دي، كيس شطه عظيم كده، انزل يا ابني. وبالنسبه لي الشطه دي قليله جدا على الطبق يعني، فانا هقلب على الحبه اللي على الوش بس زي ما عملت في هيو كده، وادوق بالشطه ايه الاخبار، مش هقلب عليه كله يعني. نفس الكلام برضو زي رضا، مكرونه شعبي بطعم مصر، حلوه جدا. نخش على اللي بعده، نخش على اللي بعده بقى، باستا كاب. وباستا كاب عنده الباستا ريد صوص ب 50 جنيه. نفتح ونشوف، هو نفس فكره باستا توجو كده شويه، العلبه وشوكه وشكرا. وباستا كاب لما كلمتهم قال لي والله الاسباجيتي عندنا خلصان دلوقتي هو والبنه، طب عندك شرايط؟ قال لي اه. قلت له طب تمام هات شرايط. برده نفس كونسبت باستا توجو، ان انت بتختار نوع الباستا وبعد كده نوع الصوص والاضافات بقى تحط عليها. كاب مليان صوص مع ريحان، مديها طعم حلو قوي، مكرونه حلوه قوي، مستويه كويس جدا، مظبوط يعني، الصوص كمان جميل، طعم الريحان ده مديها تاتش حلو جدا، تجربه حلوه مش وحشه، كمكرونه ريد صوص جميله مش وحشه. حلوه قوي. نخش على اللي بعده، نخش على اللي بعده بقى، باستا توجو، كنا لسه جايبين في سيرته حالا، وباستا توجو جبت من عنده نوعين، لان هو عنده نوعين ريد صوص، مارينارا صوص وريد صوص عادي، فجبت الاثنين. كفرين، الكفر فيه ملح وفلفل اسود ومنديل وشوكه، ده سباكيتي، هو مش معلم حبيب قلبي؟ يعني هو المفروض بيعلم البتاع كل حاجه مكتوبه ورا عشان يعلم. نسي يعلم، معلش معلش.
ولا هنا برضو معلم. ماشي، فاحنا هنفتح بقى ونجيبها بالتيست بالطعم. يعني انا افتكرت حاجه دلوقتي، انا كنت طالبهم نوعين مكرونه برضو، سباكيتي وشرايط. كنت طالب الاسباكيتي لا صوص عاديه والشرايط مارينارا. فنبدا بالاسباكيتي لا صوص. ده شكل باستا توجو كده، برضو من ورا بيكتب لك نوع المكرونه ايه والصوصات والاضافات اللي هتختار عليها ايه. وده شكل الاسباكيتي لا صوص. خش على الاسباكيتي، هي مجبسه ليه كده حبيبه قلبي؟ يعني الريد صوص ده عندهم مش قد كده، نص نص يعني، مش مبهر ومش وحش برضو، هو فعلا نص نص. طبعا هو بارد شويه عشان برده مظلموش، يعني ده لو في المطعم كان بقى احلى كتير من هنا. ومش ده بس، كلهم كده المكرونه بالذات لما بتبقى سخنه بتبقى ممتعه اكتر بكتير لما تبرد بكتير. بس هو سوى المكرونه ده في عده سنه اللي هو بيبقى على النظام الايطالي، يعني اللي هو بيبقى في عده سنه صغيره كده، ده ليه زبونه وليه محبينه، والمفروض ان هو ده الصح في المكرونه. ومش هو ده اعتراضي، اعتراضي على الصوص. الصوص كطعم حاسه ضعيف شويه، مش مبهر يعني. نخش كده على المارينارا ونشوف مين احلى. ده شكل فيتوتشيني مارينارا كده، نخش على الفيتوتشيني مارينارا. ده سبايسي مود ده. اوه يا لهوي، ده دماغي بقى كده. نتكلم يا بيه، صوص المارينارا ده شوف انا بحب الشطه قد ايه وبستحمل الشطه قد ايه. لا ده رهيب، يخرب بيك كده، مولع نار نار جهنم. حلو قوي وحرش قوي وسبايسي لدرجه ان هو مزغزغ لساني. عارفين الاحساس ده لما يكون سبايسي قوي بتحس بزغزغه في لسانك كده. حلو قوي، جامد قوي قوي ده قوي. الصوص المارينارا ده عامل زي الصوص اللي بتحط في عجينه البيتزا، الصوص الاحمر اللي بتحط في عجينه البيتزا، هو هو بالظبط. فطعمه حلو جدا مع السبايسي بقى كمان، بوم تحفه ده تحفه. خش على اللي بعده. نخش على اللي بعده بقى، باستا فاكتوري. باستا فاكتوري عنده بن ارابياتا ب 85 جنيه باستا ريد صوص. يعني ده شكل الاوردر كده، كفر فيه شوكه بسكينه. دي المكرونه بن ارابياتا، انا شايف فيها طماطم في ريحان على الوش. اقلب كده المكرونه، طبعا برده زيها زي كل اللي فاتوا، لو سخنه هتبقى احلى وامتع كتير. مكرونه حلوه مستويه كويس، الصوص الاحمر اللي معاها حلو مش وحش، متحقق حلو. الريحان ده مديها تاتش حلو قوي برده، جميله مش وحش، سمبل وحلوه جدا فعجبتني قوي، جميله. نخش على اللي بعده. نخش على اللي بعده بقى، باستاويسي. وباستاويسي عنده حجمين، حجم وسط ب 63 وحجم كبير ب 77، وعنده اضافه السبايسي ب 17 جنيه. فجبت من عنده حجم لارج. نفتح ونشوف. كفر شوكه وملح وفلفل ومنديل، منيو، والمكرونه الريد صوص. المكرونه الريد صوص بس عند باستاويسي اسمها جاست ريد صوص. ده شكلها كده، واضافه السبايسي هو الفلفل الاخضر اللي فيها ده. نقلب ونخش. مشكله المكرونه بقى ان هي لما بتبرد بتجبس كده، بس هي المقارنات كده للاسف، على ما تجيلك وتظبط وتبدا بالسعر القليل الاعلى بتجبس شويه يعني. خش على باستاويسي، ناخد شوكه كده من غير فلفل الاول، وبعد كده نحط فيها فلفل. طعم الصلصه هنا بقى صلصه بيتي قوي، طماطم طماطم يعني، صلصه طماطم فعلا. مكرونه سباكيتي رفيعه مستوية حلو، بس الصوص تتبيلته ضعيفة خالص، على هادية زبادي قوي يعني. ناخد بقى واحدة بالفلفل، فلفل زود لها حرشانة طبعا وحلاوة، لما بقت سبايسي بقت أحلى بكتير، حرشانة كده. بس ما زالت مش مبهرة، يعني مش وحشة بس مش واو برضو. نخش على اللي بعده. نخش على اللي بعده بقى ونعلى بالسعر جامد، يعني النط نطة حلوة كده. كريف، وكريف البن أبيات عنده ب 197 جنيه وربع. مكرونة سادة، كفر والمكرونة. مكرونة بنة، صلصة حمراء وريحان. انا مش عارف بقى الكفر ده بيفتحوه ازاي الصراحه. الله، منديل وشوكه وسكينه، كميه صلصه كتير جدا، يمكن اكتر واحد جايب صلصه في الحلقه كلها لغايه دلوقتي. طب مكرونه ساده ب 200 جنيه ايه اللي احنا فيه ده والله. لا بس حلوه قوي الصراحه، قوي قوي يعني، فيها تاتش سبايسي كده. لان برضه نسيت اقول لكم حاجه، من كل المطاعم دي اي حد فيهم كان بيقول ان هم عندهم اوبشن سبايسي كنت بقول له هات سبايسي على طول، لان زي ما انتم عارفين اصلا السبايسي بيزود الحرشنه بتاعت المكرونه الريد صوص، وانا بحب السبايسي جدا الاثنين يعني. فاي حد كان بيقول لي عنده سبايسي كنت بقول له دوس، بس انا مش فاكر بقى صراحه مين اللي قال له مين لا يعني. اي حاجه فيها سبايسي جت في الحلقه هم عندهم سبايسي وسالني قلت له دوس. حلوه جدا 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 جدا، المكرونه مستويه حلوه قوي، الريد صوص اللي فيها كتير جدا وحلوه جدا، وحقيقه حلوه قوي قوي يعني مش هزار، حلوه جدا مع تاتش بقى الريحان كمان، تحفه جامده قوي الصراحه، رهيبه. علت السقف جامد الصراحه. اه غاليه مش رخيصه، واللي جايين اغلى كمان يعني، احنا لسه هنطلع حبه حلوين بس تحفه. خش على اللي بعده. نخش على اللي بعده بقى، واحد من اشهر المطاعم الايطالي في مصر، اوس باستا. دي بن ابياتا ب 198 جنيه مكرونه، واجيب لك معاها كوب جبنه شيدر. ده شكل الباستا كده، ودي الجبنه اللي جايه معاها. وبما ان بقى كل اللي فاتوا ما كانش عندهم جبنه، فاحنا مش هنزود الجبنه، هنسيبها زي ما هي. اوبشن موجوده لو عايزين، بس هنقيم المكرونه من غير جبنه. نقلب ونخش. يا نهار اسوح، بصوا انا لقيت ايه؟ انا لقيت فص توم زي ما هو كده، او حياه ربنا. بصوا فص توم زي ما هو، كامل زي ما هو. ده لو كان نزل تحت بقي ده كان شخرمني. حطه هنا كده حبيب قلبي. ده وقع منكم ده ولا ايه؟ نخش على اوس باستا، برده صلصه كتير جدا. مكرونه بنه، مكرونه مستويه حلو جدا، يعني تكاد تكون مهريه كمان، مستويه زياده يعني.
بس مشكلتي معاها بقى مع صوص الطماطم. صوص الطماطم ده شكلا وطعما قريب قوي من البينك صوص اللي هو الصوص اللي بيبقى بين الاحمر والابيض، البينك صوص، فهو اللي فاصلني الصراحه. مش احسن حاجه الصراحه، مش وحشه يعني، استيل مش وحشه، بس في الفئه السعريه دي لا، انا دقت حاجات اجمد، اللي هو كريف اجمد منها بكتير الصراحه. وعشان كده نخش على اللي بعده. نخش على اللي بعده بقى، والمطعم ده من زمان قوي، سبكترا. وسبكترا عنده البن اربياتا ب 200 جنيه 199.5 يعني كفر، والبن اربياتا مغلفها بفويل. شكلنا هنزعل الاول النهارده. ده شكل البن اربياتا بتاع سبكترا كده، وزي ما انتم شايفين هي مكرونه سباجيتي وصلصه حمراء فقط لا غير، ولا اي حاجه تاني، ولا حتى رشه ريحان. بيفتحوه ازاي ده؟ منديل وسكينه، شوكه، خله وملح وفلفل. ماشي، نخش على سبكترا. هو مجبس شويه يعني، معلش عشان برد اكيد. مش فاكر بقى قلت له عايز سبايسي ولا لا، هو سالني ولا لا، هنشوف دلوقتي. هي فيها ريحان بس بجد مش هزار، يعني ايه تنتوفه ريحان، تنتوفه يعني، اللي هو كان حد بيحضر طبق جنبه وهو بينقل حاجه من حاجه وقعت منه حاجه بالغلط كده، بجد مش هزار. حب قد كده على الطبق كله مثلا، لدرجه انه ممكن ما يبانوش في التصوير اصلا، قليلين جدا. والمكرونه اقل من العاديه يعني، اقل من العاديه خالص الصراحه. ليه ب 200 جنيه؟ انا مش شايف مثلا حجم رهيب او بتاع او خدمه للاوردر مثلا تستدعي الكلام ده، لا خالص. يعني الخلاصه حتى لو مش ب 200 جنيه فمش واو خالص الصراحه، اقل من العاديه. خش على اللي بعده. نخش على اغلى واحد في حلقه النهارده بقى، تريبو. وتريبو عنده البن اربياتا ب 205 جنيه كفر، والبن اربياتا. ده شكل البن اربياتا على تريبو كده، مكرونه بنه، صلصه حمراء. نخش على تريبو، بنه، ريد صوص، ريحان، حلوه قوي قوي برده قوي. مكرونه مستويه كويس جدا جدا يعني، الريد صوص بتاعهم تحفه، متبل حلو جدا، محطوط بكميه محترمه، مش لحسه وقلب، ما اعتقدش الريحان اللي على الوش ده كمان مديها طعم تحفه الصراحه. عشان كده هرجع لكريبو اخد معلقه برده. حرشه قوي برده قوي، كريف حلو قوي، سبايسي جدا، فيها حرشانه كده وسبايسنس. وتريبو الدلع كله بقى، وصوص الريحان اللي باين قوي، صوص الطماطم اللي متسبك وحلو جدا، الاثنين تحفه الصراحه، جامده جدا جدا. تعالوا لكم خلاصه، خلاويص خلاويص، اقول لكم بقى الخلاصه. بصوا احنا هنقسم الحلقه دي ثلاث اقسام، قسم المكرونه الشعبي والمكرونه المتوسطه والمكرونه الهاي. نبدا بالشعبي، الاثنين اللي جم معانا شعبي هيكسبوا بالتساوي حسب بتحبوا ايه اكتر من ايه. الانسجام لو بتحبوا المكرونه اللي بالبصله كده والبصله مديها سن التسكيره هتعجبكم قوي. الرضا لو بتحبوا مكرونه الشارع الحرشه اللي على ابوه اللي الصوص بتاعها توابل ممرره سنه كده، والمكرونه النشا الجميله بتاعه بلدنا هتعجبكم قوي مع شويه شطه بقى كده، كل واحد وكيفه. والاثنين تساوي زي ما قلت لكم حسب بتحبوا انهي نوع اكتر من انهي، انما الاثنين تحفه. نطلع على الفئه المتوسطه بقى، واللي يكسب فيها بالتساوي برضو باستا فاكتوري وباستا توجو. باستا فاكتوري لو عايزين الصوص الطاغي هو صوص الريحان، لان هي صوص الريحان فيها مغرقها ووصل فيها كلها. صوص الطماطم اللي فيها حلوه جدا برضو، المكرونه مستويه حلوه جدا، واللي طاغي فيها زي ما قلت لكم هو صوص الريحان. باستا توجو لو بتحبوا الباستا الريد صوص الكفره شطه اللي هي حاميه جدا وما تهزرش، تجيبوا منهم الريد صوص مارينارا رهيبه حلوه جدا، وبرضو حسب بتحبوا ايه اكتر من ايه. نطلع على الفئه العاليه بقى، واللي هيكسب فيها برضو بالتساوي كريف وتريبو. كريف لو بتحبوا المكرونه الحرشه السبايسي اللي طعم الصلصه فيها كده حرش، والسبايس مزود الميكس بتاعها كده ومخليها حرشه وجميله. وتريبو لو بتحبوا صوص البيستو هو اللي طاغي، وصوص الصلصه الحمراء الكتير ده يبقى الصلصه الحمراء مع الريحان هم اللي طاغين في المكرونه، لان الاثنين برده توب التوب. فعلى حسب بتحبوا ايه اكتر من ايه، على حسب بتحبوا طعم ايه طاغي اكتر من ايه. ودي كده خلاصه الخلاصه. بس كده هي كانت طلعت الاسبوع ده، لو عجبتكم الطلعه ما تنسوش لايك القمر، ولو مش عاملين سبسكرايب لو سمحتوا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يجيكم كل حاجه انزلها. وباول حد الاسبوع الجاي ان شاء الله، الاسبوع الجاي طلعه جديده. اشوفكم على خير، يا سلام. Every single day.